عزيز صح، مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا يعني رأي مرجوح للشيخ، هذا رأي مرجوح، يعني من يكتب يكتب أن هذا رأي مرجوح ليس راجح. ينقسم الحديث باعتبار عدد الرواة إلى مشهور وعزيز وغريب، تقسيم آخر للحديث باعتبار عدد الرواة. واحد ها حديث ايه؟ مشهور. اثنين عزيز. ثلاثة غريب. ما هو المشهور؟ ما رواه ثلاثة فأكثر. الشيخ يقول فوق اثنين، لا، يبقى العزيز المشهور رواه أقل كم؟ ثلاثة أربعة مليون. فهذا رأي الشيخ اثنين، ده رأي مرجوح. طيب العزيز ما رواه اثنان فقط، الغريب ما رواه واحد فقط. يا أهل الله، الحديث باعتبار عدد الرواة، ها إذا رواه ثلاثة فأكثر مشهور، اثنين فأكثر لا، اثنين فقط اسمه ايه؟ طيب واحد فأكثر لا، هو واحد اسمه ايه؟ حكمهم قد يكون مشهورا وضعيفا، عزيزا وصحيحا، غريب صحيح ضعيف حسن. طيب انا الرسول صلى الله عليه وسلم، انا هشام، هو انا الرسول صلى الله عليه وسلم، اروي حديث، كم واحد سمعه من الرسول؟ كلكم 200، كلكم كم؟ ده متواتر مولانا، حاضر. ال200 رواه اثنين في الطبقه الثانيه، يبقى ايه؟ عزيز. يبقى ايه؟ الطبقه الثالثه رواه مليون، عزيز. يبقى لو طبقه من الطبقات ثلاثه مشهور، طب طبقة من الطبقات اثنين عزيز، طبقة من الطبقات واحد يبقى غريب. إذن أنا بحكم عليه بأقل طبقة، بأقل إيه؟ حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث رواه عمر فقط غريب، رواه من عمر واحد فقط غريب. رقم ثلاثة أمة لا إله إلا الله ترويه، يبقى الحديث ده حديث ايه؟ انما الاعمال بالنيات، حديث ايه؟ غريب. صحيح ولا ضعيف؟ صحيح، ولا ده في البخاري، فلا علاقه بين غريب وبين صحيح. المهم اننا نحكم عليه بعدد الرواه في طبقه من الطبقات، فهمتم؟ الف واحد مليون، يبقى حديث ايه؟ غريب. الحديث الغريب حكمه حكم أي حديث، صحيح حسن ضعيف ليس له علاقة، ده تقسيم آخر. امرأة جميلة غير جميلة، بيضاء سوداء، ده تقسيم وده تقسيم. عربي أجنبي، ده تقسيم آخر، فهمت؟ مسلم كافر، ده تقسيم آخر. طيب يبقى عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، لا، عزيز مروي اثنين فقط، هذا رأي مرجوح. مشهور مروي فوق ما ثلاثة، لا، مشهور ثلاثة فما فوق، كده عندي اثنين ضعيف. يبقى العزيز مروى اثنين فقط، والمشهور ثلاثة فما فوق، لكن فوق ما ثلاثة يشعرك أنه أربعة،